طب انت تصنف نفسك ايه، راجل دمك خفيف ولا راجل كده؟ انا ما اعرفش اصنف نفسي حقيقي، ما اعرفش يعني. وانت قاعد في قاعده فيها اصحاب، انتوا صنفوني وانا قاعد معاكم بقالي شويه، انتوا اللي هتقولوا. انا يعني بجد ما اعرفش اصنف نفسي يعني. انتوا رميت الكوره في ملعبكم ازاي؟ تك 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 تك. انت بتفتكر ترددنا ده بيعني ايه؟ يعني ان انا ان انتوا مش عارفين تمزكوا حاجه. تفتكر ترددنا ده بيعني ايه؟ ممكن ابقى انا دمي تقيل وانتوا مكسوفين. لا لا لا، انت دمك مش تقيل خالص طبعا. بس انت كمان مش كوميديان يعني، دمك مش اللي هو زينا مثلا، احنا مش بتوع افيه وخد افيه وهات افيه واضحك يعني. ما الستات كمان بتتصنف دمها خفيف وبتتصنف عاديين، زي ما في كوميديانات ستات وفي ستات تانية ممثلات، لكن لا يمكن لعبوا كوميديا. فانا بشوف ان هي يعني مش عيبه ان انا ما يبقاش دمي خفيف او ان انا ما اعرفش اقول افيه. بس بقى الدراسه بتقول انه الدراسات العلميه بتقول، والدراسات المره دي عندي انا علميه ولا انسانيه؟ لا العلميه بتقول ان 67% من الرجاله دمهم خفيف، في المقارنه 25% بس من الستات دمهم خفيف. تمام كده. وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك انه الراجل يهمه في الست قوي انه يبقى دمها خفيف. لا سوري، الست يهمها في الراجل قوي انه يبقى دمه هو خفيف، والراجل في حين ان هو يهمه فيها ان هي تفهم الافيه بس، تبقى ذكيه، مش طالب منها يبقى دمها خفيف، تبقى ذكيه بتلقط هو عايزه تفهم. احنا وصلتونا لايه؟ انا عايزك تفهمي. لا بس لانه الراجل بيستمد ثقته صح من انه الست بتضحك على الافيه وبتفهمه وبتديله ثقه في نفسه انه دم خفيف، ان دمه خفيف ومسيطر على القعده وكاريزما. ولان الراجل كمان خفه الدم، ودي كمان دراسه احنا قلناها قبل كده، كانت من الادوات الرئيسيه اللي الراجل بيستخدمها عشان يبهر الست ويأثر عليها ويجذبها، فتطورت عنده جدا. كميه الستات اللي شفتهم بيجاملوا واحد دمه تقيل جدا وبيضحكوا من قلبهم عشان في مره وفي الثانيه في الثالثه مش هيقدروا، مش هيقدر عشان هو بس في الاول وحلو وبتاع، عشان في الاول يمكن لكن مش هتقدر تكمل. ويبقى اي طب انا هقول لك دراسه ثانيه البطاطس.